على مرتفع جبلي يقف حصن سمائل شامخا منذ أكثر من 300 عام ليروي لنا جزءا من تفاصيل حياة الإنسان العماني الذي سكب براعته الهندسية وشيد معلما يطل على مدينة سمائل في موقع عكس هو الآخر حسن الاختيار على مساحة تقدر بنحو 10,000 متر مربع. أبراج عالية فوق أعلى نقطة على الصخرة، عندما تطل منها فإنك تطل على بساط أخضر من بساتين النخيل، هو ما يميز هذا المعلم التاريخي الذي جرى ترميمه منذ نحو 7 أعوام فأصبح وجهة سياحية بارزة في الولاية. زائر لما يجي هنا يطلع للبرج العلوي ويصور يعيد يشوف المناظر السفارة والعلاية، ويكاد منطقة الزرق تنشاف من البرج العلوي هذا، ويمكن يستغرق الزائر في حدود يمكن ما ربع ساعة تصوير المنظر الجميل يعني للولاية هذه. تقاسيمها الحصن من الداخل تضم بيت الوالي وبيت آخر للحرس والمدرسة والمسجد ومرافق الخدمات الأخرى، وعندما تتجول بداخله ترتسم لديك صورة ذهنية للدور الحيوي لهذا المعلم التاريخي. المكان جميل جدا ويطل على منظر رائع للولاية، وليس بالمساحة الكبيرة، لذلك تستطيع التجول في جميع أرجاء الحصن، وحالته جدا ممتازة وينبغي أن يظل بهذه الصورة الجميلة. المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها أثناء مشروع الترميم أفرد لها غرفة خاصة من غرف الحصن لتحكي هي الأخرى قصة أجيال تركت بصماتها التاريخية واضحة جلية، بصمات تدل على عراقة التاريخ العماني. وهكذا فإن حصن سمائل يعد واحدا من المعالم التاريخية التي تعبر عن براعة الإنسان العماني في هندسة وتشييد القلاع والحصون المنتشرة في مختلف ولايات السلطنة. سعيد بن الذيب الهنائي من محافظة الداخلية لبرنامج نزوة، حصن سمائل.